نظمت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية مجانية في قرية البهنسة بمركز بني مزار ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ضمت القافلة العديدة من التخصصات الطبية. تأتي هذه القوافل ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا. بنقيم قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة برعاية سيادة الرئيس في مركز بني مزار قرية البهنسة. القافلة بتضم أكثر من 11 تخصص، عندنا أطفال، رمد، نساء، أنف وأذن، تنظيم أسرة، جراحة، بطنة، جلدية. كمان عندنا خدمات زي الأشعة، معانا جهاز أشعة ومعانا معمل طفيليات ومعمل للدم. في صيدلية بتصرف الدواء، وكل ده بيحصل مجاني من أول صرف التذكرة لغاية صرف العلاج في آخر خطوة.